احتضنت جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية درسا افتتاحيا لماستر التراث الثقافي والأركيولوجي والسياحة الإيكولوجية، والذي حمل عنوان التراث الثقافي والسياحة رهانة التنمية. وألقى الدرس الافتتاحي الأستاذ عبد الجليل هجراوي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بتقديم من الأستاذ سعيد بوزيدي أستاذ تاريخ بجامعة ابن طفيل ومنسق هذا الماستر، مع تنسيق أي للدرس من طرف الأستاذ رشيد أغربي محافظ موقع تموسيدة وبناصة والأستاذ بنفس الشعبة، بحضور تلة من الأساتذة وشخصيات من المجتمع المدني مهتمة بموضوع التنمية، إضافة إلى طلبة من مختلف المستويات والتخصصات. استهل الأستاذ المحاضر درسه بتقديم شامل بيّن فيه أهمية التراث ودوره الأساسي في بناء شخصية الإنسان، وتمحورت محاضرة الأستاذ الهجراوي حول ثلاث نقاط رئيسية: أولا مفهوم التراث، ثم المحافظة على التراث، والتراث ودوره في السياحة. بعدها عرج الأستاذ الهجراوي على نقطة هامة يعتبرها مفهوم مفتاح فهم محتويات المحاضرة، ويتعلق الأمر بالشق المفاهيمي قبل طرحه للسؤال هل التراث المغربي يلعب دوره في التنمية البشرية. الإجابة كانت بالنفي، أي أن هذا التراث الذي يزخر به المغرب يبقى بعيدا عن اهتمام المسؤولين التي عشناها كباحثين وكذلك مدبري شؤون هذا القطاع. وكما ستلاحظون بأن وجهة نظر الباحث ووجهة نظر المدبر لها تكون جد مختلفة، مستعينا في شرحه بالتجربة الفرنسية لفهم المراحل التي قطعها الغرب بهدف جعل التراث المحلي والوطني ركنا أساسيا في التنمية. صعيبة جدا، لأن وزارة الثقافة مثلا ما يمكنلاش بوحدها أنها تدير الصيانة والترميم والتوظيف، خص الشركاء بدءا من الجامعات المحلية، مثلا الجامعات المحلية اللي كيتواجد فيها مواقع أثرية ولا مواقع تاريخية ولا قصبات، وانا غادي نرجع للتدخل ديال السي الشهب، مجلس ديال المجلس الجماعي ديال المهدية مطالب انه يساهم في التنمية ديال القصبة المهدية. قصبة المهدية من بين اروع المواقع اللي كاينة في المغرب. انا شخصيا كنت لما كنت كنشتغل مع السي الهجراوي في مديرية التراث كنت درت واحد الزيارة مع واحد الممثل ديال البنك الدولي، ومشينا لليكسوس والقصبة ديال المهدية. فاش وصلوا القصبة المهدية هي هادشي هذا عندكم كيجمع بين البحر ما هو تاريخي ما هو طبيعي. علاش زعما في هاد الحال؟ هنا كيجي الدور ديال انه خص مشاريع مندمجة اللي يساهم فيها جميع القطاعات. وهذا اللقاء بمتابعة مهمة وتفاعل جعل المنظمين أكثر شغفا في افتتاح هذا الماستر الذي يعتبر تكوينا رائدا جمع بين مختلف التخصصات. ولكن ماذا كنستمع للتدخلات ديال الاخوه اللي دخلوا، فك كنزيد كنتقلب المسؤوليه. السي الهجراوي انطلق واحد الفكره قال لك البارح كان هو يلا كان بوحده، فدابا ولات عندنا تكوينات ياك استاذ. هذا انجاز يعني هو غير مرحله بمعنى اخر اننا احنا راه كنكتبوا التاريخ، دائما كنكتبوا التاريخ ديال الاهتمام ديالنا بالتراث، وهذا الشيء نختصوا به. ما كاينش اللي غيديرها غيرنا، احنا اللي غادي نديروها.